بصوا يا جماعه بقى عشان الناس تبقوا فاهمين، الاستاذه دينا توحمت لي. تخيلوا على ايه؟ دايما السنه لما تعوز تتوحم تتوحم على جرجير، على فجر، على اكله حلوه. الاستاذه توحمت لي على مذيع وقناه كامله. استاذه حنان، الاستاذه حنان وبتذيع في قناه المحور مع الاستاذ ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن سيدي عبد الرحمن. المهم الاستاذه اهو جبتها القناه وجبتها مع المذيعه. نعم المذيعه زعلانه مني عشان انا خبطت حبتين، بس ما تزعلوش اهو جيت صلحتها. جيت صلحتها وهتشوفوا انتوا الثلاث الحلقه انا عملت ايه مع المذيعه. خلاص تحب توجهي لها حاجه يا استاذ؟ بحبك. للعلم بس اقول على حاجه، الاستاذه دينا ما قالتش غير كلمتين. اه والله العظيم بحبك وهي قالت لها بموت فيكي. اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. عايز اقول لكم بقى النهارده يا خبر ابيض. عايز اقول لكم النهارده احنا شكلنا عصابه دينا ورمضان عبد الرحمن على حنان. يومكم جميل. استنوا يوم الثلاث الجاي ضرب النار الساعه 5. مع السلامه. دلوقتي يا جماعه كنا عاملين مقلب في المذيعه العسل دي بتاعت الفرفوشه. يرضي كل اتعمل فيها. لا وايه ما اعرفش، احنا بنسجل على فكره. تامرنا عليها. اللي الاستاذه اللي بتقول اتفضل مع السلامه اتعمل فيها مقلب مع الاستاذ كريم كان متفق معانا. استاذ عبد الرحمن سوري، استاذ عبد الرحمن كان متفق معانا. الاستاذه حنان اتعمل فيها مقلب جامد مننا ودينا عشان تحرم بعد كده تقول لك ايه اتفضل امشي. طب اتكل على السلامه. بس يا جماعه انا قاعد مع دينا في قناه المحور هتولد. هتولد والله مش قادر. جايين نصور برنامج دينا هتولد. هتولدي دلوقتي يا نهار ازرق. طب والقناه طالعين على المحور بعد شويه. دينا هتولد اهي. ايه خلاص؟ ايه يا نهار اسود؟ ايه؟ هي هتولدي ولا ايه؟ بس عشان الجمهور بتاعك عايز يعرف هتولدي؟ ها؟ استاذه دينا هتولدي؟ دلوقتي الاستاذ احنا واقفين قدام مدينه الانتاج الاعلامي. الحمد لله الحمد لله من عند ربنا لقيت اسم انا موجود وهي اسمها مش موجود. شكلك وحش. جم قالوا لي يا استاذ رمضان تخش انت وتسيب مراتك بره حامل كده بتاع. اه يا عيني. فصعبت عليا والله. اه ما رضيتش ادخل. ما رضيتش ادخل واسيبها بره. تقول اهي الناس سامعه. ما مرات الكابتن اللي جه قال لك دلوقتي استاذه دينا ممكن تتفضلي معانا في العربيه؟ قلت له لا عيب، يعني اسيب جوزي واخش جوه؟ عيب طبعا ما ينفعش. انا شكلي بقى وحش قوي يا جدعان. الناس عملوا التصريح لمراتي وما عملوليش انا. ايه الاحراج ده؟ معلش يا رمضان. مقامات والله العظيم يا ابني مقامات. الثقه يا ابني. رايحين نصور حلقه في برنامج اسمه نحن هنا. وده بدايه اليوم كده بنت القصيده. استاذه دينا تيجي تركبي معانا العربيه. انا اعرف ان اليوم بيبوظ لما ما بصليش الجمعه، بس هي لسه الجمعه ما جاتش. عايزه تقولي حاجه يا استاذه دينا؟ لا. سلام. شكلك وحش بس.